الوعد. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي arabic@awr.org. العنوان مرة أخرى arabic@awr.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. هنا إذاعة صوت الوعد، لكي يكون الوعد من نصيبك. كرمال ذنبي انغفر، عريان والجسم انضرب والشوف اكليل انضفر، عريان والجسم انضرب والشوف اكليل انضفر، بريء مع لص انصلب مزلول ومحتقر، كرمالي يا بشر مصلوب شوفوا يا بشر، كرمال ذنبي انغفر مصلوب شوفوا يا بشر، كرمال ذنبي انغفر، عريان والجسم انضرب والشوق اكليل انضفر، عريان والجسم انضرب والشوق اكليل انضفر، بريء مع لص انصلب مزلول ومحتقر، كرمالي يا بشر. اقف جنبي يا خيي وتحرر من هالعودية، تعا وقف جنبي يا خيي وتحرر من هالعودية، ما في غيره بيعطي الحرية يسوع اللي انتصر، عريان والجسم انضرب والشوق اكليل انضفر، عريان والجسم انضرب والشوق اكليل انضفر، بريء مع لص انصلب مزلول ومحتقر، كرمالي يا بشر. تبقى عايش بذنوبك، كيف قادر تغفى
وتنام والشر مغطى دروبك صدقني انه حرام تبقى عايش بذنوبك كيف قادر تخفى وتنام والشر مغطى دروبك مش رح بيفيدك تأجيلك يمكن هالليل ناديلك مش رح بيفيدك تأجيلك يمكن هالليل ناديلك أنا من قلبي عم صليلك بدم وتنسى تقار عريان والجسم انضرب والشوق إكليل انضفر عريان والجسم انضرب والشوق إكليل انضفر بريق مع لص صلب مزلول ومحتقر كرمالي يا بشر مصلوب شوفوا يا بشر كرمال ذنبي ينغفر مصلوب شوفوا يا بشر كرمال ذنبي ينغفر عريان والجسم انضرب والشوق إكليل انضفر عريان والجسم انضرب والشوق إكليل انضفر مريل مع لص صلب مسلول ومحتقر كرمالي يا بشر كرمالي يا بشر كرمالي يا بشر عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة الأنبياء. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن النبي إيليا وحياة الإيمان، والحلقة دي بعنوان البرية في حياة النبي إيليا، أو إيه دور البرية في الضعف والقوة بالنسبة لحياة النبي إيليا. بنبدأ دايما حلقتنا السيس الأول نرحب بحضرتك. أهلا وسهلا. بنتشرف دايما بوجودك معنا. بوجود الله. أمين. إيه هو التعريف الكتابي لكلمة البرية؟ على حسب مفهومنا كلنا بالنسبة للبرية، البرية هقولها من مفهوم قاموس الكتاب المقدس كمان. البرية قد تطلق هذه الكلمة على الأرض خاربة غير صالحة لشيء، وقد تطلق أيضا على الأرض غير محروسة تصلح أن تكون للرعي جيدا للمواشي. يعني البرية هي ممكن يخلو منها الناس، لكن ممكن يكون فيها أشجار، ممكن يكون فيها حيوانات مفترسة، ممكن يكون فيها مية، ممكن ما يكونش فيها، على حسب. بيقول لنا كمان قاموس الكتاب تصلح أن تكون للرعي جيدا للمواشي، وأشهرها هذكر بعض البراري اللي ذكرها قاموس الكتاب المقدس عن بعض البراري اللي هي موجودة. يعني مش صحراء. لا طبعا في فرق كبير بين البريه وفي فرق بين الصحراء. الصحراء هي اللي لا يمكن ان احنا نلاقي فيها او تكون صالحه للزراعه ابدا، لا يمكن، ولا يمكن نلاقي فيها ميه، ولا يمكن نلاقي فيها اشجار. اما البريه كان نلاقي فيها اشجار، ونلاقي ممكن نلاقي فيها ميه، ممكن نلاقي فيها بعض الكائنات الحيه زي مثلا حيوانات او حيوانات مفترسه وهكذا. بس تعالوا نلقي بعض الضوء على بعض البراري التي ذكرت في الكتاب المقدس وعلى حسب قاموس الكتاب المقدس أيضا. منهم برية سيناء التي تها فيها بنو إسرائيل، منهم برية سين، برية فران، برية يهوذا، وأشهرهم عين جدي. برية عين جدي دي موجودة في قاموس الكتاب المقدس زي ما ذكرنا، ودي تعريف البرية على حسب ما ذكر كتابيا وحسب ما ذكر في الكتاب المقدس وبعض البراري التي ذكرت فيه. قل لنا ايه علاقة إيليا النبي وحياته بالبرية؟ البرية لها إيجابيات ولها سلبيات. صحيح. البرية في حياة كل واحد، مش إيليا النبي بس، لها إيجابيات ولها سلبيات. ممكن في البرية الواحد يروح في البرية بحيث انه ياخد خلوة مع ربنا عشان يتقابل مع ربنا. ممكن في البرية الواحد يبعد عن العالم وعن شرور العالم، وده اللي كنا دايما غالبا بنشوفه في حياة النبي إيليا، انه كان دايما يحب ياخد خلوة
لما يحب يتكلم مع الله. احنا عندنا أمثلة في الكتاب المقدس بالنسبة لتعريف البرية، بالنسبة للبرية في حياة إيليا وفي الكتاب المقدس. البرية حتى المسيح له كل المجد كان دايما يقول لتلاميذه تعالوا استريحوا قليلا، وكان ياخدهم في خيلة خارج في البراري، وكان يجتمع معهم في البراري، وكان يخاطبهم في البرية أو في البراري. فهنا البرية ليها معاني حلوة كتير قد ما ليها، إن كان ليها إيجابيات لا ليها سلبيات، بس خلينا نركز على الإيجابيات الأول. البرية بتدي الإنسان الخلوة الروحية أنه يختلي لكي ما يمتلئ بالإيمان، بيختلي لكي ما يملأ وينشط نفسه روحيا ويتقوى على الضعف إذا كان فيه ضعف. ولكن الإنسان إذا أنا ممكن استعمل حاجة برضو استعمال سيء، أنا ممكن استخدم البرية استخدام سيء، يعني أنا ممكن أهرب للبرية نظرا أن أنا بفكر نفسي أنه هربان من العالم وبروح للبرية. فالبرية مش دايما اللي بيقعد في البرية مش دايما هو كده معاه في خلوة، لا ما نقدرش نقول كل اللي في البرية لازم بياخد خلوة. ما نبعدش عن العالم، أنا أعيش في العالم لنطوبة لمن في النار ولم يحترق. خلينا نركز على حياة النبي إيليا في البرية، وكان وراح البرية ليه، وإيه اللي كان بيعمله في البرية عشان كده ربنا راح له علشان يتقابل معاه في البرية. صحيح. طيب النبي إيليا بما أنه ذهب إلى البرية، هل هو أبغض العالم عشان كده، أو كره العالم عشان كده اتجه إلى البرية؟ النبي إيليا عشان يروح البرية أبغض العالم بتقولي؟ هل هو أبغض العالم عشان كده اتجه أنه هو يروح البرية؟ هو مش أبغض العالم، هو هرب من العالم، هو ظن أنه هو بيهرب من العالم، وفكر أنه هو لما بيهرب من غضب الملكة إيزابيل أنه هو بيروح البرية على أساس أنه هو ممكن يرتاح شوية، يرتاح نفسيا، يرتاح من 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 آلام العالم. أحيانا الخدام حتى بيفكروا أنه أنا أهرب من الخدمة، أهرب من عمل، أهرب من شيء معين، وأدور على مكان أنه أروح أرتاح فيه. يعني نفهم من كده انه ما كانش رايح البرية عشان يتقابل مع ربنا. في اوقات كان بيروح فيها مثلا للهرب، زي ما حضرتك ذكرت انه هرب من وجه الملكة الشريرة إيزابيل. ذهاب إيليا للبرية زي ما قلنا في حلقات قبل كده كانت حكمة منه طبعا، ولكن هو ما كانش شعر بالسلام بوجوده في المملكة لما غضبت الملكة إيزابيل عليه، ففكر بوجوده انه هو لما يروح للبرية انه هو يشعر بسلام اكتر، من المحتمل انه هو يشعر بسلام اكتر في البرية، ولكنه ما كانش يعرف ان هو كان مهدد بخطر الموت اكتر من وجوده عند الملك إيزابيل، لان زي ما ذكرنا ان البريه ما كانش فيها يسكن الا الحيوانات الضاريه، الحيوانات المفترسه، وما كانش فيها مثلا حواليه منازل او اي شيء يلجا ليه او ممكن يختبئ فيه او ما شابه ذلك. تمام. البريه بقى زي ما ليها قلنا السلبيات وليها الايجابيات، دايما كان بيلتجئ إليها للبريه للخلوه الروحيه، زي ما ربنا ما كان بقى المسيح له كل مجد ما كان بياخد التلاميذ للخلوة الروحية، وكان يختلبهم في البراري، وكان بيخاطبهم أو يكلمهم في البرية. طب عايزين حضرتك اشرح لنا أكتر إيه اللي حصل مع إيليا في لما ذهب للبرية في المرة دي، في المرة اللي هو هرب منها من وجه إيزابيل. إيليا لما هرب في المرة ديت للبرية وهربه من وجه إيزابيل، أو مش من وجه إيزابيل، قلنا إن كانت حكمة منه إنه كان يهرب من وجه الشر، مش من إيزابيل نفسها ولكن من الشر اللي كان جواها. هل راح طلب الرب في البرية ولا إيه اللي حصل معه؟ هو طلب الرب، وما كانش في عنده حد بيطلب غير الرب. إيليا كان دايما طلباته وفي بقه دايما ما بيطلبش للرب. صحيح. والمفروض برضو احنا نتعلم من إيليا في طلباتنا ما نطلبش إلا الله، لأن الكتاب طلب مننا وحثنا على كده، قال اطلبوا الرب مدام يوجد أدعوه فهو قريب. صحيح. حتى لو احنا بصينا على إيليا كإنسان ومشوا من عند الملكة إيزابيل وذهابه إلى البرية، يمكن البعض يعتبر أن ده كان ضعف، لكن عمره ما كان ضعف، لأن إيليا أنا بعتبر من وجهة نظري إيليا هرب كانت حكمة منه أنه هرب من الشر. ولما هرب من الشر احنا ممكن نقول الآية بتاعت يعقوب 5:17، لأن إيليا كان إنسان تحت الألم مثلنا زي أي واحد فينا. صحيح. ضعف شوية لكن الرب كان معاه، والرب ما سابوش، والرب قواه، وهنشوفه في المرة ديت قد ايه الرب بيتعامل مع إيليا معاملة صديق. صحيح. بيبعت له المعونة والعون في وقته.
في وقته بيكون جنبيه وبيكلمه بيعضده يسانده وكمان بيعين ضعف بيعين ضعفه اللي هو كان فيه. ازاي يتعامل الرب مع ضعف إيليا في الوقت ده؟ تعامل الرب مع ضعف إيليا. إيليا لما راح للبرية اللي احنا كنا متوقعينه واحد في قلبه خوف حد بيجري وراه يموته، ولما يلجأ لمكان يروح في البرية إما للحماية أو إن هو يختبئ، راح للبرية عشان خاطر كده. اللي احنا متوقعينه منه لما لقي مكان إن هو يلجأ فيه أو يحتمي فيه أكيد يغض البصر شوية وينام، يعني يحاول ينام شوية. وده مع بعد المسافة والمكان اللي راح ليه إيليا، شوف إيليا نام، إيليا نام. هيتعامل الرب مع إيليا إزاي؟ بس نايم زعلان طبعا، نايم خايف. لا هو نايم في قلق، هو نايم عشان خاطر الشوية اللي كانوا فيه، شوية الضعف البسيط اللي كانوا فيه هم خلوه برضو ينام، بس مش شعر بسلام كامل. في سلام لكن السلام مش كامل، واخد بالك؟ لما ربنا بعت له ملاك يعمل ييقظ إيليا، يوقظه من نومه. فقال لي إيليا قم كل، مش كله بس، يعني جايب له أكل كل واشرب. بيقول الكتاب المقدس، خلينا نقراها في الأول، نقرأ آيات جميلة جدا في سفر العبرانيين إصحاح 13 والآية 5. بناء بالنسبة بيقول لي وبيقول لي إيليا، بيقول لكل واحد النهاردة في برية الخوف، ممكن بالنسبة لنا احنا في برية الضياع من العالم، في برية الضعف، في برية الهرب من الشر. ساعات ناس كتيرة بتهرب من الشر، ودي حاجة كويسة. قال لا أهملك ولا أتركك، دي في عبرانيين 13:5. وفي إشعياء 41 والآية 10 بيقول لنا كلمات جميلة جدا، لا تخف لأني معك. وأنا متأكد أن ربنا يقول الآيات دي لكل واحد مننا مش لإيليا بس. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك. خلينا كده نحط في مخنا شوية، الواحد لما بيجري هربان من حد ولا خايف من حد بيعمل إيه؟ بيجري وبيتلفت وراه. صحيح، أكيد يمكن أنا ما كنتش مع إيليا في الوقت دوت، لكن محتمل أن إيليا هو ماشي بخطوة سريعة، أكيد كان بيبص وراه، هل إيزابل أرسلت وراه رسل علشان يجيبوه ولا لأ؟ فكان أكيد بيمد الخطأ علشان إيه؟ أو يسرع بخطواته علشان يروح للمكان لو حاطط في هدف يوصل ليه علشان يختبئ منها. لكن ربنا قال له لا تتلفت لإني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. عمل إيه إليه؟ إليه لما نام ربنا أرسله الملاك قم وكل اشرب كمان. إليه قام وكل وشرب ونام، لسه ضعيف عايز يقوينا أنا ربنا مرة تاني. ليه لسه ضعيف تاني؟ أرسل الملاك مرة تاني قومه، ده لسه ضعيف، لسه مريض، لسه تعبان، أنا عايز أقويه، ده ابني، ده ليه أنا مش لحد، ده هو ابني، ده أنا بدور عليه، أنا مش عايزه يكون في الحالة اللي هو فيها ديت، مش بيسيبنا نوصل لمراحل صعبة، لا الرب بيجي لنا في الوقت المعين. قومه الملاك وقال له إيه؟ كلمة جميلة جدا في ملوك الأول 19:6، ملوك الأول 19:6 قال له قم وكل لأن المسافة كثيرة عليك. يعني الرب هيخليه يمشي مشوار طويل، المشوار بتاع اللي هيمشي إليه الرب كان شايف ان هو طويل، المشوار اللي هيمشي إليه هيكون طويل. وانا اطلب من اخواتنا المساعدين والمعاونين معنا في الاستوديو ان هم لو في خريطة يحطوها عشان نشوف المسافة اللي مشيها إليه من يزرعيل وامتدادا لبئر سبع، ومن بئر سبع لما اخر مرحلة وصلها لجبل حريب. فكان ربنا بيقول له لا، ده المسافة طويلة، المسافة طويلة عليك إليه في أم كل، واحنا ربنا عايزنا ناكل الغذاء الروحي لان رحلة حياتنا طويلة، مش مرة ولا مرتين، عايزنا يكون عندنا الغذاء الروحي اليومي، غذاؤنا اليومي. صحيح. يكون عندنا غذاء يومي نتغذى على كلمة ربنا، نفتح كلمة ربنا نتغذى فيها، ودي هي اللي هتقوي ضعفنا. حتى لو أنا فكرت أهرب في يوم من الأيام من الشر، أو فكرت أهرب من العالم، أو فكرت إن أنا ضعفت مثلا، أو أي إنسان ضعف، لو بيتغذى على كلمة ربنا هيتقوى بنعمة الله، هيتقوى بنعمة الله أكتر وأكتر. صحيح. فاصل ونعود لنكمل حديثنا عن حياة النبي إيليا.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى بعد الفاصل، ونعود لنكمل حديثنا مع القصة رزق عن حياة النبي إيليا. شفنا قد إيه الرب بيهتم حتى بالجانب الجسدي، إنه أرسل له ملاك عشان يأكله ويشربه. بنشكر الرب كتير من أجل كده. لكن عايزين نعرف إلى ماذا يرمز نوم النبي إيليا. نوم النبي إيليا هنا بيرمز لأي واحد فينا ضعف. الضعف بيخلي الواحد ينام زي ما قلنا في السؤال اللي فات. وعندي آية حلوة هنا في الكتاب المقدس بتجاوبنا على الـ على الـ على سؤالك اللي انت قلتيه من شوية، موجود في أفسس 5 والآية 14. في أفسس 5 الآية 14 بيقول الكتاب: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. صحيح. فهنا بيقول لي استيقظ من نومك الروحي، استيقظ من ضعفك، استيقظ من غفلتك انك انت غفلت ولو حتى في وجهة نظرنا دقائق معدودات او قلائل من الثواني، برضك استيقظ. لان الانسان المؤمن يجب عليه ان يكون ساهر، لان هو قال لنا كده: اسهروا وصلوا، لان ابليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه. فعايز لنا اليقظة الروحية، وعايز لنا السهر الدائم في الروحيات أحسن من الواحد منا ما يضعف وينام. فنوم إيليا بيشبه للمؤمنين اللي ضعفوا وناموا، فمش عايزهم يضعفوا، مش عايزهم يناموا ويخوروا في الطريق. لا، الرب بيبعت ملاكه ويقوينا. ملاك الرب حال حول خائفه وهو ينجيهم. الرب دايما بيعين ضعفنا، الرب يقوي روحياتنا. أمين. الرب بيعيننا في الحياة حتى لو أنا ضعفت وأنا ماشي في الطريق، لو ضعفت شوية الرب بيعيني. وبيدينا كلمات جميلة جدا كمان، بيقول لنا عايزنا نكون إيه في روميا 12:11-12. في روميا 12 الآية 11-12 بيقول لنا: غير متكاسلين في الاجتهاد، غير متكاسلين في الاجتهاد، حرين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. على الصلاة. شفت قد ايه كلمات بجد انا عن نفسي بتديني دفعة، عن نفسي بتديني رجاء. ساعات الواحد منا بيضعف، لكن بقول يا ما تتكاسلش، ما تخافش، ما تهتمش انت هتقول ايه. انت ليه بتهتم انت هتتكلم ولا تقول ايه لما تساق قدام ولا او سلاطين؟ ما تهتمش، انا معاك. إيليا قوم ارجع مرة تاني، انا هصحيك من الغفلة اللي انت فيها، انا صحيك من النوم اللي انت فيه الروحي، وخليك ترجع مرة تاني. يعز علي الانسان المؤمن لما يضعف، او يعز علي الانسان المؤمن لما يسيب الله، لانه عزيز ان هو في عين رب موت اتقياؤه، الموت روحيا، فما يخلينيش، ما يسيبنيش اموت، ما يسيبنيش اموت روحيا. عشان كده لما جاء إيليا وضعف الرب ايقظه بدل المرة مرتين. صحيح. وهو في لما هرب من إيزابل وراح للبرية، الرب أيقظه وقال له: قم كل واشرب، عايزك تشرب من نبع من نهر الحياة، أنا عايزك تشرب من ينبوع الحي، وعايزك تأكل المن السماوي، عايزك تأكل كلمة ربنا اللي هي خبز الحياة. والمسيح اللي هو كل المجد قال لنا إيه؟ أنا هو الخبز النازل من السماء. وده المفروض على كل واحد مننا أنه هو يفكر ويقول: يا رب في لحظات ضعفي أنا عايزك تعيني. أمين. في لحظات ضعفي اللي بتمر بيا وتخليني حتى لو أنا بشك أنك أنت بعدت عني، أنا عايزك يا رب تعيني بجد. أنا محتاج أن نفسي أقول نفس الكلمات دي، أن رب يعين كل واحد منا. ونسمع صوته الجميل بيقول: استيقظ، استيقظ أيها النائم، قوم. خلينا نسبح الرب بفرح، ما بعدش عن العالم وروح للبرية. قريت مرة مقالة جميلة جدا لويليام شكسبير بتقول بالنسبة للبرية: البرية تشبه زهرة برية، برضو زهرة يعني جت في البرية فيها زهرة. والنبات اللي مطلع زهرة جميلة دي في البرية، واحد ماشي في البرية وشاف الزهرة الجميلة دي راح ناحيتها عشان يمسكها، أو الوردة دي وشمها. لما راح يمسك الوردة وشمها في الزهرة اللي موجودة في البرية، كانت تحت جناحاتها أو طياتها تعبان، فيه سم مميت موته. هو ده العالم،
العالم اللي ممكن واحد يروح ليه، البرية الواحد ممكن يروح ليها، ممكن البرية تموتني، ممكن البرية تعمل لي إغراء، ممكن البرية تخليني أتوه في توهان البرية زي مش عب ربنا متاه. ولكن ربنا حب يقول لي إليه أنت هتمشي وهتقعد على الأكلة ديت كم يوم؟ 40 يوم. موسى قعد برضو 40 يوم، والمسيح لكل المجد قعد 40 يوم. لكن الشعب اللي كان طالع من مصر عشان من أرض العبودية إلى الحرية قعدت هنا 40 سنة. قال له كل يا إليه واشرب لأن المسافة طويلة، أنت تقعد على الأكلة ديت إيه 40 يوم و40 ليلة لا تأكل ولا تشرب، لأن نعمة الرب ملته، فما فكرش في العالم ولا في اللي فيه. صحيح. بيذكر الكتاب المقدس أنه الملاك جاب له مية وكعكة ردفة، صحيح؟ نعم. إيه هي كعكة الردفة ديت؟ كعكة ردف مذكورة ومعناها برضو على حسب المفسرين وقاموس الكتاب بتقول أي كعكة مخبوزة على حجارة محماة كعادة العرب. الحجارة اللي كان الحجارة بيحطوا يولعوا تحتها نار ويسخن الحجر جامد قوي قوي ويخبزوا العيش عليه، يعملوا العيش عليه. فدي معناها الخبز اللي هو مخبوز بطريقة صحية في وقتهم. صحيح. تمام. عشان الرب بيجيب له الحاجة، وكمان ما جابلوش، معلش انا يعني اقدر اقول انا اسف الكلمة، ما جابلوش اكل كان بايت، لا ده جاب له حاجة طازة محماة، كعكة ردف محماة، يعني حاجة طازة، تعالى كل، انا عملت لك مخصوص، انا جهز لك اكل بنفسي، انا عملت لك الاكل بنفسي. بأمان احنا كلنا من السهل ان الرب بنفسه يعمل لنا كل الحاجة دي بنفسه. قد ايه ربنا هو اللي بيصحيني، بيصحيني من نومي ومن ضعفي وبيقول لي قوم. شفت قد ايه محبة وحنان ربنا لإيليا ان هو يقول له قوم كل واشرب وجاب له الحاجة لحده. ساعات الناس بتتكاسل وتنسى صوت الله، مع انه رغم ان الرب عمل مع إيليا كل ده وجاب له الاكل والمية، لكن إيليا طلب لنفسه الموت في الوقت ده. ايه كان يحصل لو الرب استجاب وامات إيليا في التوقيت ده؟ سؤال جميل جدا. لو ربنا استجاب لي تقصيدي واستجاب لي إيليا وقال له خلاص كفاياك انت تموت، يعني كفاياك انت تعبت كتير، اشوف نبي غيرك يكمل الرساله. 4 نقاط كانوا ممكن يحصلوا هتكلم فيهم. اولا كان هيخسر الخدمه بتاعته واللي كان بيخدمها للشعب اللي ربنا ارسله عشان يخلصهم من الخطيه اللي هم فيها. ان الشعب في هلاك، الشعب في فساد، وربنا ارسله عشان ينجيهم من الفساد اللي هم فيه ويخلصهم يديهم الخلاص، فكان هيخسر الجعاله اللي كانت قدامه ديت في شعب ربنا في الخلاص. يعني الى الوقت ده كانوا لسه ما تابوش ولا رجعوا عن طرقه. طبعا ما كانوش لسه، ومستمرين في عنادهم. النقطه الثانيه كان هيخسر ظهوره مع الرب يسوع وموسى على جبل التجلي. صحيح. ما كانش إيليا هيبقى مع موسى والرب يسوع على جبل التجلي. النقطة الثالثة كان هيخسر المركبة النارية، بدل ما كان يركب المركبة النارية ويروح للسماء كان هيموت في البرية. صحيح. مش كده؟ النقطة الرابعة ودي احتمالية، يمكن في الوقت الضعف دوت كان إيليا ضعف في الإيمان خالص، مع أنه ما كانش ضعف، أنا بقول ربما في احتمالية ممكن كان يخسر نفسه. صحيح. ويموت روحيا، يبقى هيلك بوقت في اللحظة بتاعته ديت. ولكن الرب ما بيستجابش لينا في وقت ما أنا بكون غضبان ووقت زعلي وقول خلاص يا رب أنا تعبت، بقى يا رب خدني خلاص ريحني من اللي أنا فيه. لا، ربنا حكيم بعلم، ربنا عارف لكل واحد مننا بيقول إيه. عشان كده بقول الغبي يصدق كل كلمة والحكيم ينتبه إلى الخطوات. قبل ما أقول كلمة لازم أن أنتبه لخطوة كلمة اللي أنا أقولها ديت، هل وراها إيه؟ هل هتضرني ولا هتنفعني؟ وأنا بقول إيه؟ لأن كل كلمة بطالة يتفوى بها الإنسان سوف يعطي عنها حساب في يوم الدين. فأنا ما أقولش بس، حتى دعا على نفسي لو حتى حد ضايقني ما أدعيش، ولا حتى على أولادي ولا على أي حد، وأطلب أن ربنا يديني إيه؟ يعطيني الصبر، لأنه قال لنا بصبركم اطمئنوا أنفسكم. فإيليا يمكن في الوقت دوت كان بيقولها من شدة مرارة خطية شعب ربنا، لأنه كان شايف قد إيه شعب ربنا خاطي. وعشان كده لما هرب كان بيقول لربنا إيه؟ لأني غرت غيرة للرب غيرة مقدسة،
ما كانش من عشان خاطر نفسه ولكن عشان خاطر الشعب. فكان في مرارة نفس من أجل الشعب اللي شافه عمال يخطئ وعمال بيرتكب الخطية وعامل ودن من طين ودن من عجين، ولا هو سامع لكلام ولا رسالة ربنا ولا الأنبياء اللي بيكلمهم بيها للأسف. بنشكر الرب رحيم، نعم، ومتأني على شعبه. بما أننا قربنا ننهي حلقتنا يا أسيس، عايزينك تلخص لنا إيه الرسالة اللي تحب تسيبها قبل ما نخلص؟ قل لهم ألقي على الرب همك وهو يعولك. صحيح. ما نعولش الهم طول ما ربنا موجود، لأنه هو قال لنا تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. صحيح. فإذا كان إلي راح وهو خايف أو في زعر مثلا وهو خايف من إيزابل أو من غضب الملكة إيزابل، إلي رجع ممتلئ قوة. صحيح. رجع ممتلئ قوة. صحيح. عشان يواجه الملكة إيزابل وشرها. فكل واحد منا، أنا بترك لكل المشاهدين كلمة جميلة جدا الرب بيقولها لنا، بيقول لنا ما تخافوش أنا معكم بعدد أيام السنة 366 مرة، لا تخف لأني معك. الرب معانا والرب بيعيننا والرب سند والرب عدد لكل الناظرين إليه، لأنهم نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. يا ريت نطلب الرب من كل قلوبنا، لأنه قال لنا اطلبوا الرب من كل قلوبكم، اطلبوا الرب تجدوه. ساعدنا نطلب ربنا وساعدنا نتكل عليه. يبارك الرب كل إنسان متكل عليه ويدينا سؤال قلبنا في اسمه. أمين. في نهاية الحلقة بنحب نشكرك كتير يا أسيس، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وسلام الرب معكم، ونكون على اتصال وعلاقة وطيدة بالرب زي ما كان النبي إيليا. تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org. فموتك بي
المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد. عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج عمق محبة الله. يقول الكتاب المقدس في رسالة روميا أصحاح 5 وعدد 12: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. لذلك حلقة اليوم بعنوان كيف دخلت الخطية إلى العالم، فابقوا معنا. في كثير من الأحيان نجد أن الشر والخطية يسيطران على قلوب الكثير من الناس، بالرغم من وجود الكنائس ودور العبادة المختلفة، وأيضا بالرغم من وجود المبشرين والوعاظ، ومع وجود الأنظمة الاجتماعية والحكومية والأمنية، وبالرغم من التقدم الكبير الواضح في العلم والتكنولوجيا، إلا أن الإنسان ما زال يعاني من شر الحروب الطويلة الأمد ومن الجرائم وسفك الدماء. ويصف البشير لوقا في إنجيله أصحاح 21 وعدد 25 حال الأرض بأنها كلها كرب. والسؤال هنا: هل الله في البدء خلق عالما بهذا الشكل من الشر والخطية؟ للإجابة على ذلك دعونا نذهب إلى سفر التكوين، حيث يقول الله أنه رأى كل شيء فإذ إنه حسن جدا. وقد خلق الله الإنسان على صورته وعلى صورة الله خلقه ذكرا وأنثى. في البدء عندما خلق الله آدم وحواء أعد لهما جنة على الأرض، وهي جنة عدن، لكي يعيشوا فيها في سلام وسعادة بعيدة عن الشر أو أي خطية، ويعيشوا مع الله إلى الأبد. معنى ذلك أن الله عندما خلق العالم لم يخلقه إلا وهو في أجمل وأبهى وأكمل صورة. لقد كان لدى آدم وحواء في الجنة كل شيء لمتعتهما، وأكثر ما تمتعا به أبوانا في الجنة هو أن الرب كان يأتي ليزورهما كل يوم مع نسيم المساء لكي يتحدث معهما. لقد أراد الله بذلك أن تكون في الجنة علاقة وشركة عميقة ووثيقة بينه وبين الإنسان. لقد وضع الله في الإنسان إرادة حرة لكي يختار بها إما أن يحبه ويعبده طوعا، أو أن يتمرد عليه ويعصيه. لقد أوصى الله آدم وحواء بأن لا يأكلا من شجرة المعرفة الخير والشر التي كانت مغروسة في وسط الجنة. تقول الآية: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. هذا ما أوصاه الله لآدم. نرى أنه في الوقت الذي أعطى الله فيه الوصية لآدم بأن لا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر، كان الشيطان في تلك الأثناء يستمع بل ويدبر خطته لإغراء الإنسان الذي خلقه الله على صورته وعلى شبهه، وذلك بأن يجعل الإنسان يرتكب ويسقط في الخطية ويعصي الله، وبالتالي ينفصل الإنسان عن الله الخالق إلى الأبد، وأيضا يهلك الإنسان. هذا هو غرض الشيطان. والسؤال هنا: كيف دخلت الخطية إلى العالم؟ في يوم ما جاء الشيطان إلى حواء على هيئة مخلوق جميل وحكيم، وهو الحية، وهي كانت من أحيا الجميع الحيوانات في الجنة. يقول الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 11 وعدد 14 هذه الكلمات: ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. ولكن طبعا هنا في هذه القصة غير هيئته وشكله إلى حية جميلة الشكل. جاءت الحية وبدأت حديثها مع المرأة بسؤال هام، نجده في سفر التكوين أصحاح 3 وعدد 1: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟
لقد علم الشيطان أنه بخداعه لحواء يمكنه بذلك أيضا خداع آدم. لقد أراد الشيطان بهذا الحديث أن يزرع الشك في قلب حواء تجاه الله، حيث قال لها: أحقا قال الله؟ وهذا ما يفعله دائما الشيطان معنا، بأن يشككنا في كلام الله وفي وعوده، فيقول لنا: أحقا؟ فمن خلال هذا الحديث الذي دار بين حواء وبين الحية، وقعت حواء في الفخ، وذلك لأنها سمحت بل أعطت الفرصة للشيطان للتحدث والتحاور معها. للأسف نجد أن حواء من خلال هذا الحوار قد تجاوبت مع حديث الشيطان، بل وردت عليه قائلة: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله: لا تأكلا منه ولا تمسا لئلا تموتا. نجد الشيطان متمثلا في الحية قد تجرأ وأنكر ونفى كلام الله، فقالت الحية للمرأة أو الشيطان طبعا: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح عيونكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. يقول الكتاب المقدس عن الشيطان بأنه متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب، هذا ما يصفه به الكتاب المقدس. هنا نجد أن تصديق الإنسان لأكاذيب الشيطان قد يفقده كل شيء. دعونا نقرأ الآية الموجودة في سفر التكوين أصحاح 3 وعدد 6، تقول: فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمارها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. والآن قد جاءت اللحظة لآدم وحواء أن يختار بين كلام الله ووصيته وبين كلام الشيطان وأكاذيبه. هل سيقبلان الحق أم الكذب؟ هل سيتبعان إله النور أم إله الظلمة؟ لو كانا آدم وحواء قد نجحا في هذا الامتحان وأطاعا الله، لأثبتا أنهما يحبان الله حبا حقيقيا من القلب. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الخطية التي جلبها الإنسان بالعصيان وعدم الطاعة لله هي السبب الأساسي والرئيسي لكل متاعبه ولكل ضيقاته. يا للعجب، لقد خلق الله الإنسان على صورته لكي يعرفه ويحبه ويطيعه إلى الأبد، ولكن بحرية الاختيار التي منحت للإنسان كان له كل الاختيار، إما أن يطيع الشيطان ويعصي الله، وإما أن يطيع الله ويهزم ويقهر الشيطان. لذلك قال الله لآدم في سفر التكوين: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبتان لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. وهذا كان عقاب الخطية، الخطية جلبت الموت. عزيزي المستمع، إن حالنا اليوم هو حال أبوينا آدم وحواء الذين أخطأا وعصيا الله، وكان يجب علينا نحن أن نموت، لأن عقاب الخطية هو الموت. تقول الآية في رسالة روميا 6 وعدد 23: لأن أجرة الخطية هي موت. عزيزي، بعدما علمت أن أجرة الخطية هي الموت، وبعدما علمت أيضا أن الله لم يخلق الشر ولا الخطية، وبعدما علمت أن الإنسان هو الذي جلب الخطية وجلب الشر بتعديه على وصايا الله، إذن لابد وأن تعلم أيضا أن الله لم يقف عاجزا أو مكتوف الأيدي أمام شر وخطية الإنسان، بل أراد أن ينقذ الإنسان من الخطية ومن الموت. لذلك أعد الله خطة عظيمة للفداء في شخص السيد المسيح شفيعنا ومخلصنا، لكي يدفع عني وعنك ثمن عقاب الخطية التي نحن اقترفناها، كل هذا بسبب حبه الكبير العظيم للبشر. وبذلك كان شخص السيد المسيح هو حمل الله الذي رفع خطية العالم على الصليب. نعم،
لقد مات السيد المسيح على الصليب لكي أحيا أنا وتحيا أنت. وقام المسيح من الموت لكي تكون لك أنت الحياة الأبدية عند مجيئه. فهل ستقبله الآن مخلصا شخصيا لك وغافرا لخطاياك؟ هذا ما أرجوه لك عزيزي المستمع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج عمق محبة الله، كان معكم فيها أمير غالي. الرب معكم. هنا إذاعة صوت الوعد، لكي يكون الوعد من نصيبك. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي arabic@awr.org. العنوان مرة أخرى arabic@awr.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. نحب أن نسمع منك. راسلنا على البريد الإلكتروني arabic@awr.org. نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم. Thank you.
تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.